الآيات والسور وسنة سيد البشر، من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر، من الوسطية السمحاء، من إشراقة الفكر تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر، معالم ترسم الدرب وتثري العقل والقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة من معالم التي نواصل فيها مع ضيفنا الحديث عن نعيم الجنة وما أعد الله فيها لأهلها في ضمن حلقاتنا عن الجنة والنار. حياك الله شيخ محمد. وإياكم. بلغ بنا الحديث إلى صفة أهل الجنة بعد أن ذكرنا شيئا من نعيم الجنة وما فيها من أنهار وغرف وقصور وبنيان وتربة وأشجار. نود أن نتحدث قليلا عن صفة أهلها وما يمسهم هم من النعيم وما ينشئهم الله عز وجل عليه. وأستفتح بعد إذنكم بحديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخلص المؤمنون من النار بعدما يمرون على الصراط، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى لمنزله في الجنة منه لمنزله كان في الدنيا، رواه البخاري. هذه التنقية قبل دخول الجنة هل هي زيادة في نعيمهم أو هي تأهيل لهم ليكونوا من أهل الجنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. هذه التنقية هي من تمام عدل الله جل جلاله، فهو الحكم العدل لا يظلم عنده أحد، فكل من له مظلمة سيأخذها سيقتاد له ممن بينه وبينه أي حق، وبذلك لا يدخلون الجنة حتى يهذبوا، فإن تعافوا فيما بينهم فذاك وإلا أخذ لبعضهم من بعض، فكل ذلك سيحصل. ولهذا فإن بعضهم مثلا في ينال حظا من عذاب القبر يكون تكفيرا للسيئات، فعذاب القبر من مكفرات الذنوب، وبعضهم أيضا يخدش على الصراط فينجو وقد أخذ جزء منه فيكفر ذلك، وما كان من الحقوق يحشرون على تلك القنطرة بين الجنة والنار، فيفصل بينهم فيما لم يتعافوه من الحقوق، والله سبحانه وتعالى يجازي عن بعض العباد بعض ما عليه من الحقوق، والله عن بعض العباد يقضي حقوقه يوم الجزاء والعرض، يتحملها عنهم. فإذا هذبوا ونقوا من كل ذلك أذن لهم في دخول الجنة، فإن دخول الجنة يقتضي أن لا يكون في القلوب أي شحناء ولا بغضاء، ولذلك نزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، وهذا النزع في لفظه إشارة إلى شدة، فالنزع لا يكون إلا بالشدة، فلذلك تؤخذ الحقوق. نعم، تؤخذ الحقوق من أصحابها. في هذه القنطرة التي هي قنطرة عبور، هي غير الصراط، هي قنطرة أخرى في القناطر متعددة، فيوقفون عليها حتى يؤخذ لبعضهم الحق من بعض، وقد تجاوزوا وأصبحوا يعرفون أنهم من الجنة، تؤخذ منهم الحقوق وينقون ويهذبون، ثم بعد ذلك يؤذن لهم بدخول الجنة، وهم درجات، فأول من يدخلها الزمرة الأولى، وهذه الزمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر، وخلقتهم قاماتهم على صورة آدم عليه السلام، 60 ذراعا في السماء و7 ذراعا في الأرض، ومجامرهم أحسن أنواع الطيب، ويكسون جميعا قبل دخول الجنة، فلا يأتون إلا وهم على أحسن هيئاتهم وأحسن صورهم، ولا يراهم أهلهم في الجنة إلا على أكمل هيئة، لا يجدون عليهم أثر سفر ولا عناء ولا حشر، وما كانوا فيه من العرق يزول في النهار الذي ينغمسون فيه،
ما كانوا عليه من عندما حشروا حفاة عراة غرلا كل ذلك يزول ويكسون هذه الكسوة. فهذه الكسى منها كسوة الجلال ومنها كسوة الجمال، فهي كسى يكساها أهل الجنة. الجلال معناه التكرمة، أن يكون الإنسان عزيزا كريما لا يراه أحد إلا أجله وعظمه. وكسوة الجمال الحسن، أن تحسن صورهم. وهذا لا ينافي أن نفس الأجسام التي عملت في الدنيا هي التي تحشر يوم القيامة في المعاد جسماني، ولكن تلك الأجسام تحسن وتكبر. لكنت أريد أن أسأل هذا، لأن بين يدي حديثين، نعم، أولهما في مسلم: أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، والثاني: يدخل أهل الجنة جردا مردا كأنهم مكحلون أبناء 33. فالسؤال: الجسم الذي كان في هذه الدنيا هو نفس الجسم، لكن هذا الجسم تعاد خلقته فيحسن، فيكون في طول 60 ذراعا، فيكون في طول 60 ذراعا في السماء و 7 ذراع في الأرض، ويكون أمردا، ويكون نعم أجرد. أمردا أجرد معناها شعر الجسم يزول، لا يبقى فيه شعر، لا يبقى في شيء في شعر. وكذلك يكونون مردا، لأن هذا أتم شيء في الخلقة، ويكونون في سن 33، فليس فيهم، فهي أبدانهم ذاتها نفس الأبدان، لكن يعيد الله خلقتها. نعم، يعيد الله خلقتها. طيب، وما ورد شيخنا في تزاور أهل الجنة وأحاديثهم واجتماعهم وأمانيهم عندما يدخلون، فكل أهل طبقة هم متعارفون فيما بينهم، يتزاورون ويتكلمون ويناقشون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. ما كان من القطيعة وقت النفخ في الصور الذي ليس فيه تساؤل، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. بعد أن يطمئنوا يرجعون إلى التساؤل، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وحين يتذكرون ما كانوا يواجهون به في الدنيا، ويتذكرون خصومهم وأعداءهم، ويتذكرون أيضا أخلاءهم من الأعداء الذين أصبحوا أعداء يوم القيامة. فكثير من الأخلاء في الدنيا هم من الأعداء يوم القيامة، كما قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. و عندما يقبل بعضهم على بعض يسمعون من الأحاديث ما فيه تشهي، وكل يحدث عن ما نال. ولذلك يقولون لأهل النار: قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. ويسمعون كلامهم، يقوي الله أسماع أهل النار حتى يسمعوا كلام أهل الجنة، ويقوي كلام أهل الجنة حتى يسمعوا كلام أهل النار. قالوا نعم. وأيضا الغريب أن المستضعفين وأهل الاستكبار يتحاورون فيما بينهم ويتجادلون، فيتجادلون من كان منهم من أهل النار يتجادلون في النار، ومن كان في الجنة من المستضعفين يجادل المستكبرين أهل النار. نعم، إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، فما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. ويضحكون عليهم أيضا. نعم، يضحكون مما كانوا يخبرون به من واقعهم الآن ومن اختلافه مع ما كانوا. أو ضحك سخريتين، أو ضحك فرحا. نعم، بالنعيم أو ماذا، كل ذلك. وأيضا الغريب في نعيمهم أن ما كان الإنسان يتعوده في الدنيا وما كان يعجب به يأتيه فيمثل له. وقد قال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. من ذلك حديث المزارع. إيه نعم، الذي أراد الزرع. إيه نعم، لو ذكرناه. نعم، فمن كان يحب أي صنعة هيئت له فتكون من باب اللذة فقط. ومثل ذلك الركوب والسرج وغير ذلك مما يحبونه في الدنيا فيهيئ لهم في الآخرة. ومن كان يمارس أي حرفة في الدنيا ويعجب بها ويجد فيها لذته، كالصيد أو الشراء أو الزرع، فإنه يمثل له ذلك حتى ينال فيه لذته. في حديث ذلك الأعرابي لو ذكرتمون به. نعم، اقرأه. ليس نصه عندي لكني حضره في ذهني الآن. نعم، هو كان يتمنى، رجل كان يحب الزراعة فكان يتمناها، فبين له أنه سينال ما يشتهي، لأن الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس، كل ما تشتهيه الأنفس يجده فيزرع. والزراعة ما زرعه ينبت حالا،
ويخرج منه ما يريد في نفس اللحظة، في نفس الوقت، في نفس الوقت. قال الصحابة والله لا تجده إلا زارعا. نعم نعم. وكذلك الحديث إلا قرشيا أو أنصاريا أو كيف هو أنصاري. نعم نعم. لا تجده إلا أنصاريا لأنه هو اللي يحب الزراعة، الأنصار يحبون الزراعة دائما. طيب شيخنا، انتقل من هذا إلى مسألة متعلقة بها. بعض الكتاب المعاصرين اليوم يعني يشيرون إلى أن الإنسان بما أن أماني الإنسان محققة في الجنة، أن له أن يتمنى ما شاء وأن يدعو به. فكان يقول مثلا أنا أدعو الله في الجنة أن أقابل الإمام البخاري وأن أروي عنه كذا بالسند الصحيح فهل مثل هذه الأمانية الفرعية تصلح أن يتمناها الإنسان في الجنة وأن يدعو بها؟ لا حرج لا حرج من ذلك إذا كان الإنسان يجد في ذلك لذته ونعيمه. ولكن سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ولده يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الداخل للجنة ويذكر ما فيه، فقال يا بني إياك والاعتداء في الدعاء فاسأل الله الجنة واستعذ به من النار. فالتفصيلات كثير منها قد يكون من باب الاعتداء في الدعاء، لكن مع ذلك مثل هذا النوع أن يكون الإنسان من أهل لذة العلم، فالعلم له لذة تنال به. صحيح. إذا كان الإنسان يحب أن يكون من القارئين في الآخرة فينال تلك اللذة. طيب شيخ الأسلام، وأيضا أمانهم كلها تتحقق، لأن الله أخبر أن لهم ما يدعون، وما يدعون قيل معناها ما يتمنون، وقيل معناها ما يقولون هذا لي، حتى يكون له مباشرة. ولذلك هم يقول الله يأمرهم الله أن يتمنوا عليه فيقولون أولم تنجنا من النار، أولم تبيض وجوهنا، أولم تنجنا على الصراط، أولم تدخلنا الجنة، كأنهم لا يرون شيئا بقي من أمانيهم، فيلهمهم الله الأمنية الكبرى وهي أن يحل عليهم رضوانه الأكبر فلا يسخط عليهم أبدا. فهذا غاية الرضا، لأن الإنسان إذا كان وهو في نعيم يعلم أن ربه الذي رزقه هذا النعيم راض عنه في كل تصرفاته وكل، يكون أتم نعيما، أتم غاية النعيم. صحيح. شيخنا، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإن مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله، فذلك قوله أولئك هم الوارثون. ما معنى أن أهل الجنة يرثون منازل أهل النار؟ بعض الأشخاص مثلا يكون بينهم جوار في الدنيا فيؤذي بعضهم بعضا، فإذا كان جار الإنسان من أهل النار فإن منزله في الجنة يكون مجاورا لمنزل صاحب الجنة، فيقال له هذا منزل جارك فلان كان له وأنت قد ورثته، فيكون وارثا له. وهذا من تمام النعيم والتشفي، فيكون قد شفى نفسه من خصمه وورثه ونال مكانه، وهو توسعة عليه هو، فهو تكثير المنازل وما فيها من النعيم. لكن الوراثة مرتبطة مثلا بجوار أو بقرابة أو بشيء، أو هي من تمام النعيم كما شاء من تمام ربنا. النعيم، لكن مع ذلك فيها هذا التشفي، فيكون ذلك في حق من قد خاصم الإنسان وآذاه وبينه وبينه عداوة مخصوصة. قوله صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. نعم، بالنسبة لكل من دخلها لا يتغير شيء من حالهم، فهذه السن التي يدخلونها يدخلون الجنة عليها وهي 33 يبقون عليها دائما، والأجسام لا يطرأ فيها أي تغير، لا مرض ولا سقم ولا إرهاق ولا تعب ولا نصب من أي شيء، فليس فيها موت وليس فيها مرض وليس فيها سقم وليس فيها أي شيء له ضر، لا سموم ولا آفات ولا ميكروبات ولا بكتيريا ولا أي أذى، فكل ذلك قد خلصها الله منه فجعلها دار نعيم، نعيم كامل. ولهذا فإنهم يؤتون بالموت يمثل لهم بصورة كبش أقرن، فيعرض عليهم فيقال أعرفتموه، فيقولون نعم ويشمئزون منه ويقولون هو الموت، ثم يعرض على أهل النار فيقال أعرفتموه، فيقولون نعم هو الموت ويشمئزون منه، ثم يضجع ويذبح
فينادي المنادي يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. وكذلك ثيابهم لا تفنى ولا تبلى، وكذلك فرشهم لا تحتاج إلى تغيير ولا تنظيف، وهكذا كل ما فيها لا يحتاج إلى تبديل دائما، فهو هو كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. ما ورد في الزيارة والاستزارة شيخنا؟ نعم، هم يستزيرهم ربهم جل جلاله فيدعوهم لزيارته، وحينئذ يهذبون تهذيبا آخر ليس مثل التهذيب الأول، فوقه وهو أعلى منه، ويكسون كسا من أجل الزيارة، ويطيبون طيبا من أجل الزيارة، فإذا خرجوا من منازلهم يستزيرهم على كثمان، وهذه الكثمان كلها من مسك وتوضع عليها المنابر من النور، فيستزيرهم الباري جل جلاله ويدني بعضهم ويقربهم، فتوضع لهم المنابر عن يمينه، وإذا خرجوا هب عليهم نسيم من نسيم الجنة، الجنة ليس فيها برد ولا حر، إنما فيها النسيم الذي يأتي بأحسن الروائح وأطيبها، وهذا هواؤها هو أطيب أنواع الهواء لا يمكن أن يتصور. فيستزيرهم الباري جل جلاله، وظاهر الحديث أن الاستزارة خاصة بالرجال، وإذا رجعوا يسألهم أهلهم فيقولون تالله لقد ازددتم حسنا بعدنا، فيقولون وأنتم الله لقد ازددتم حسنا بعدنا. وتكون هذه الاستزارة فيها تشريف لهم وتكريم، فيها حلال والرضوان، أو فيها إجابة الأماني، أو فيها كل الأماني، لأنه يقول لهم تمنوا ما ذكرناه سابقا في التمني، هذا وقته الزيارة. ثم تقام لهم الأسواق، فلا يرى أحد شيئا يعجبه إلا كان له، وهذه أسواق الجنة العجيبة جدا، والمقصود بذلك لذة التسوق، لأن التسوق له لذة يجدها الإنسان في ذاته. فيجدون هذه اللذة للتسوق، وهم كل ما يريدونه موجود عندهم في منازلهم، لكن مع ذلك يزدادون لذة بالتسوق. طيب شيخنا، بقي الإشارة إلى النعيم الأعظم الذي يكون في هذه الجنة، وهو النظر إلى وجه الله الكريم جل جلاله. هذا أعظم أنواع النعيم، ولا يمكن أن يخطر على أحد مثله، أنهم يسمعون كلام الله ثم بعد ذلك يرون الله جل جلاله، بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور من فوقهم، فإذا الرب جل جلاله يناديهم من فوقهم سلام قولا من رب رحيم، فلا ينظرون إلى شيء مما هم فيه ما داموا ينظرون إلى وجه الله الكريم. كل ما كانوا فيه من أنواع النعيم والشغل ينسونه ما داموا ينظرون إلى وجه الله الكريم، لا ينظرون إلى شيء، كل ما سوى ذلك لا يساوي شيئا، وهم ينظرون إليه من صفة العلو، فهو قد ينظرون إليه فوقهم، سطع عليهم نورا من فوقهم، فيرفعون وجوههم إلى الله جل جلاله، فيرون الله جل جلاله لا يضامون في رؤيته، كما يرى أهل الأرض البدر ليلة القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، أي لا ينقص حظ بعضهم منه، أو لا يضامون معناه لا يتزاحمون في رؤيته، كل يراه ليس بينه وبينه حجاب، وهذا غاية النعيم. فإنهم ينالون برؤية الله جل جلاله أولا التأمين والرضا، فلا يمكن أن يراه إلا من هو مرضي عنه، ثم بعد ذلك ينالون بها هذا المقام الرفيع في الشفاعة والدنو ومقام الكلام، فإنه يكلمهم فيقول سلام قولا من رب رحيم، فيسمعون كلام الله جل جلاله. وما يخطر في بالنا الآن إذا تذكرنا أن موسى بن عمران كلمه الله جل جلاله كفاحا دون ترجمان، فنستعظم هذا المقام ونقول بشر من الناس يأكل كما يأكل الناس وينام ويموت، ومع ذلك كلمه الله جل جلاله فسمع كلام الله ووعاه بقلبه و فهمه وأجابه، هذا مقام رفيع جدا، وهذا المقام يناله أهل الجنة جميعا، فإنهم يسمعون كلام الله جل جلاله، فلذلك لهم فيها تحية ولهم فيها سلام، فالتحية تحية الملائكة يقولون لهم سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين، وهم يحيونهم بما يحبون من الكلام، لأنهم لا يسمعون إلا ما يحبون، والسلام
هو سلام قولا من رب الرحيمين جل جلاله، فهو رب رحيم بهم، رؤوف بهم، ومع ذلك يخاطبهم بالسلام، فيسمعون كلام الله ويرونه، يرون وجه الله الكريم جل جلاله، لا يحجبون عنه. وهذا أقصى ما كانوا يتمنونه، والغريب أنه لا يأتيهم أيضا إلا مفاجأة، فهم مشتغلون بنعيمهم فيأتيهم ذلك بالفجأة. وهذا ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بينما أهل الجنة في نعيمهم فهم مشغولون بنعيمهم، إذ سطع عليهم جاءت إذ، فهم في أثناء ذلك سطع عليهم نور من فوقهم، فإذا الرب جل جلاله يناديهم من فوقهم سلام قولا من رب الرحيم. وهذه اللذة التي تنال برؤية الباري جل جلاله أيضا تتعدد، فهي هم متفاوتون فيها. فمنهم من يراه من أوقات الصلاة في أوقات الصلوات الخمس، ومنهم من يراه من الجمعة إلى الجمعة، ومنهم من يراه من رمضان إلى رمضان، أي فترات زمنية مثل هذه بحسب مقامهم ومنزلتهم. وقد ذكر أهل العلم، ولا أدري مستند ذلك، أنه بقدر خشوع الإنسان في الصلاة يكون مقام رؤيته لله جل جلاله. فالخاشعون الذين يستعينون بهذه الصلاة في الدنيا، واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الذين نالوا لذة الخشوع في الصلاة في الدنيا، وكانت صلاتهم فعلا مطهرة لهم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فأولئك تكون رؤيتهم على أكمل الوجوه وأحسنها وأتمها وأكثرها إسعادا لقلوبهم ولوجوههم، فغاية السعادة تحصل لهم بذلك. ومن كان أقل مستوى في الخشوع في الصلاة يكون مستوى رؤيته أقل. وهذه الرؤية ليست رؤية حصر ولا إدراك، فالله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ولهذا لم يعبر في الرؤية بالأبصار، بل عبر بالوجوه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وذلك لتمام الرؤية. فالرؤية على أكمل الوجوه ليست مثل رؤيتنا اليوم للأشياء الدنيوية، فرؤية البصر لا تدرك بها الأشياء على حقيقتها. فأنت الآن أقرب شيء إلى بصرك جفنك، ولا تراه لأنه أقرب من مدى البصر، وإذا نظرت إلى يدك رأيتها بحجم، وكلما بعدت صغرت كانت بحجم آخر، وهكذا الطائرة وأنت تراها على المدرج، فإذا ارتفعت صغرت في نظر البصر. فهذا التشكيك متعلق بالبصر، لأن العين فيها أجهزة وتفاوت. ولذلك اختلف في رؤية الباري جل جلاله، هل تكون بالوجوه يوم القيامة أو بالأبصار، الوجه كله، الوجه كله، فهي رؤية مخالفة لرؤية المخلوقين، ليست مثل الرؤية العادية التي تقتضي ارتباطا أو إشعاعا ينطلق أو غير ذلك، لا يدرى كيف هي. أي نعم، هي من الأمور التي لا يبحث عن كيفياتها. لكن في الآيتين، آية سورة القيامة وآية سورة عبس، كلتاهما جاء فيها ذكر الوجوه، وجوه يومئذ، أي نعم، فلم يذكر فيها الأبصار. ومع ذلك ابن القيم رحمه الله ذكر الأبصار فقال ولله أبصار ترى الله جهرة فلا ضيم يخشاها ولا يتسأم، يغشاها ولا يتسأم. وهذه الرؤية هي التي سميت بالزيادة وسميت بالمزيد، فإن الله قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فهنا قال للذين أحسنوا، وقد فسرت بأن الإحسان هنا معناه الخشوع في الصلاة، ولكن هو أعم من ذلك، الذين أحسنوا الحسنى وهي الجنة، فهي أحسن شيء، فهي حسنى فعلا للتفضيل، للتفضيل نعم، وزيادة، وهذه الزيادة هي لذة النظر إلى وجه الله الكريم. وكذلك قال ولدينا مزيد، هذا المزيد ورؤية الله هو لذة النظر إلى وجه الله الكريم.
وعبر عنها بالزيادة والمزيد إجلالا وتعظيما، وأيضا لتكون المفاجأة غاية في السعادة، فهذه فجأة الخير التي هي أبلغ شيء فيما يتعلق بالسعادة. سبحان الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا الله سبحانه وتعالى من ينال هذا النعيم ويكون ناظرتي إلى وجه الله الكريم. آمين يا رب. استأذنكم شيخنا في فاصل قصير ونعود لمواصلة حديثنا إن شاء الله. أكرمك الله شيخنا. أحب يا سيدي الكريم أن ننتقل إلى مساق آخر في الحديث، وهو الحديث عن الطريق إلى هذه الجنة بما فيها من كل هذا النعيم الذي تحدثنا عنه وأوردنا ما جاء فيه من النصوص. كيف يصل الإنسان إلى هذه الجنة وما هو طريقه إليها؟ وأول ما أحب أن أسأله هو هل الطريق إلى هذه الجنة سهل وميسور أم هو شاق وصعب؟ بالنسبة للطريق إلى الجنة، أراد الله بحكمته أن يحفه بالمكاره، وقد ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. ومنها قوله: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ومنها حديث أن الله لما خلق الجنة وجعل فيها من أنواع النعيم ما جعل، أمر جبريل فأطاف بها فقال: كيف وجدتها؟ فقال: وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. ثم أمر بها فحجبت المكاره، فأمر جبريل فأطاف بها فقال: كيف وجدتها؟ فقال: وعزتك وجلالك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. وهذه المكاره هي الامتحانات الشاقة في طريقها، فلا يمكن في العام الأغلب أن يكون الإنسان لم يتكلف أي تكلفة ولم يؤذى بأي أذى ومع ذلك يستحق هذه الجنة. قد يدخل الله من شاء بفضله دون تكلفة ودون عناء، ولكن هذا خصوص، ليس هو الأصل، ليس هو الأصل. لكن شيخنا، الأصل أن الله قال: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين ولم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال: أم حسبتم أن تتركوا ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. فأم حسبتم أن تدخلوا الجنة لما يأتكم مثل الذين خلوا، فهذا كله وارد. والاستفهام هنا يقتضي استغرابا لذلك، فهو من الغرابة بمكان. لكن شيخنا، هذا كله ما يتعارض بشكل أو بآخر مع قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: أفلح إن صدق، وهو إنما قال يعني الأركان الخمسة: الصلاة والصوم. لكن هذه الآية لا أزيد عليهن، فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وكذلك حديث حولها: ندندن، لا أفهم دندنتك ولا دندنة معاذ، وإنما أسأل الله لا أحسن دندنتك. قال نعم، فهذا كله يدل على أن الأمر أهون من هذا يعني. لا، لكن هذا لا يوفق له إلا من اختاره الله. فالله فتح على الإنسان خمس جبهات من حكمته، غيرة على جنته أن لا يدخلها إلا من يستحقها. فلذلك فتح عليه خمس جبهات، وهذه جبهات شديدة. أولا جبهة الشيطان الذي يأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله يريد إغواءه، فحتى الفرائض من له بإكمالها، والشيطان يحاول أن يمنعه منها بكل الوجوه. ثم بعد ذلك جبهة النفس الأمارة بالسوء، إن النفس الأمارة بالسوء المخلدة إلى الراحة، التي همتها ضعيفة وعزيمتها خائرة، وهي لا ترضى من الإنسان إلا أن يكون مطففا. ثم بعد ذلك إخوان السوء والقرناء الذين يزينون للإنسان سوء عمله، فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء، فيزينون للإنسان سوء عمله ويغونه. ثم بعد ذلك
الجبهة الرابعة مفاتن الحياة الدنيا وشهواتها تؤدي إلى الغفلة والنسيان والإقبال على هذه الدار التي هي دار الغرور، فيظن الإنسان أنها شيء وهي في الواقع ظل زائل سريع الزوال مسرع سرعة هائلة مثل سرعة الشمس، فأنت ترى الظل عندما يمتده الصباح وترى سرعة أفوله وذهابه عندما ترتفع الشمس، فكذلك حال هذه الحياة الدنيا، وكل ما يعجبك فيها سريع الزوال، إذا أعجبك فيها أي شيء فتربص به وانظر إلى نهايته، فسترى أن ما يعجبك فيها ولو كان شخصا جميلا انظر إليه وتذكر حاله بعد دفنه بثلاثة أيام في قبره، إذا كان مبنى شاهقا تذكر حاله في حال هدمه، إذا كان مركبا فارها، وهكذا في كل ما فيها هذه جبهة. فلذلك هذه الزخارف كلها زائلة وهي جبهة مفتوحة. ثم بعد ذلك الجبهة الخامسة حموض النفوس، كثير من الطاعات يعملها الإنسان وتحتها شهوة خفية من العجب أو الرياء، نعم يعجب بها وله شهوة فيها مارسها بروح الهواية لا بروح التعبد، فيذهب بها ذلك، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، فيكون الإنسان معلقا آمالا كبيرة على أعمال ضخمة قام بها، ولكن هذه الأعمال علم الله أنها لا تصلح، وتحتها من الشهوات الخفية وحظوظ النفوس ما يبطلها فتذهب. وإذا نجت وجاءت الأعمال المستقيمة وهي فعلا الأعمال التي جنسها يدخل الجنة، في بعض الأحيان يبطلها الإنسان باللواحق، فيبطل الصدقة بالمن والأذى ويبطل الطاعات الأخرى بما يأتي بعدها من المبطلات. طيب شيخنا، على هذا كله، هذا العمل الذي لا بد منه، العمل الكثير أو الشاق أو المجهد للوصول إلى الجنة، هل الجنة في النهاية ثمن لهذا العمل ومقابل له؟ كلا لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالعمل كله من نعم الله سبحانه وتعالى، لكنه شرط لدخول الجنة، فالعمل شرط للدخول وليست الجنة ثمنا للعمل. فالعمل لو عملت، لو عشت عمر نوح أو أكثر من ذلك وكان كله طاعة لما كان ذلك يستحق أدنى شيء من ثمار الجنة أو ما فيها، لكن فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هو جزاء كالجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. هذه الباء هنا سببية، معناه بسبب ما كنتم تعملون، وليس المقصود أنها بدل ما كنتم تعملون، فما كنتم تعملون إنما هو من خلق الله، وهو خلقكم وما تعملون، وهو من توفيق الله، هو الذي وفق من شاء لطاعته، فلا يطاع إلا بإذنه ولا يعصى إلا بعلمه سبحانه وتعالى. فمن وفقه للطاعات فإنه يسره لما خلق له، وكل ميسر لما خلق له، ومن هداه فبفضله، ومن أضله فبعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولذلك إذا وفق شخصا لأعمال الجنة وتقبلها منه فهذه الأعمال شرط لدخول الجنة، ولكن ليست ثمن لها. لو نظر العاقل لتقويم لحظة واحدة من لحظات الجنة، هل الدنيا كلها تساويها؟ ما تساوي شيئا منها. فهي إذن سبب أو شرط؟ هي سبب وشرط وليست ثمنا، يعني ليس شيء في الدنيا يمكن أن يقابل الجنة حتى يكون ثمنا لها. نعم نحن بيننا وبين ربنا بيعة، وهذا للتقريب، وهو بفضله يوفق لتلك البيعة ويعطي الثمن والمثمن إن الله اشترى من كرمه سبحانه وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وهذه البيعة الناس فيها متفاوتون، فهم ينقسمون إلى قسمين، إلى صادقين ومنافقين، فكلهم من الذين آمنوا في الأصل. نعم. الله اشترى من المؤمنين، لكن النفاق هنا نفاق عملي فقط، ليس نفاقا عقديا، ولهذا قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ومن تبعضية، معناه أنه ليس كلهم كذلك، منهم من لم يصدق. نعم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم. وقد علم أن النفاق هنا
هو النفاق العملي بصدقهم وهو بمشيئته بصدقهم أي بسبب صدقهم وليس ثمنا مقابلا. نعم. ابن أبي العجل هو عبارة إذا أذنتم أن أتلوها في هذا السياق، قال: أما ترتب الجزاء على الأعمال فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية، وهدى الله أهل السنة وله الحمد والمنة، فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في الإثبات، فالمنفي في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله باء العوض، وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة، كما زعمت المعتزلة أن العامل مستحق دخول الجنة على ربه بعمله، بل ذلك برحمة الله وفضله. والباء التي في قوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون باء السبب أي بسبب عملكم، والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات. نعم، هذا واضح جدا وهو الجامع بين النصوص كلها. وإذا فكر الإنسان قليلا في لحظة واحدة من لحظات النعيم المقيم في الجنة لا يمكن أن يجد لها ثمنا، في الدنيا كلها لو دفعت ما تساوي شيئا. ولذلك أهل النار يودون الافتداء، وأن لأحد ملؤ الأرض ذهبا حاولون الافتداء بذلك وما ما يفديه افتداء به. طيب شيخ، ننتقل إلى الإشارة إلى بعض الأعمال التي وردت النصوص بأنها تدخل إلى الجنة أو من أسباب دخولها، وعلى رأس ذلك التوحيد وقوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. نعم، بالنسبة لشرط دخول الجنة هو الإيمان، فلا يمكن أن يدخل الجنة إلا مؤمن مطلقا، لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا، فلا يمكن أن يدخل الجنة غير مؤمن، حتى أتباع الأنبياء السابقين نعم جميعا لا يدخل الجنة إلا مؤمن. وهذا الإيمان كما تعلم له شعب كثيرة، 70 و70 و70 شعبة و60 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ومن قال لا إله إلا الله مخلصا صادقا من قلبه ومات على ذلك لم ينقضه، لا بد أن يدخل الجنة حتى لو دخل النار ومكث فيها ما مكث، لا بد أن يخرجه الله منها بإيمانه فيدخله الجنة. لكن ما معنى كلام بعض أهل العلم عن شروط للا إله إلا الله، وأنه لا يدخل الجنة إلا إذا استوفى هذه الشروط، وكأنه تقييد لإطلاق أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، بل حديث معاذ المشهور لا تخبرهم حتى لا يتكلوا فيه إشعار بأن المقصود الإطلاق. نعم، هو المقصود الإطلاق، وجاء في الأحاديث الصحيحة أن الله يقول للملائكة: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان وله من خير. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله ودخل الجنة. وأيضا الرجل الذي قتله سامته قال لا إله إلا الله عائدا بها من السيف، وقال: هل لا شققت عن قلبه؟ فما تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟ فلا إله إلا الله حصن عظيم، من قالها وهو يعرف معناها، معناه قالها قاصدا. أي نعم، قاصدا. فهذا إذن لما يشترط البعض أهل العلم شروطا أنه هذه تفسيرات فقط في كالمفتاح بلا أسنان وبلا أسنان هذه الأعمال مع المكملات، لكن المقصود أنه أن الإيمان درجات. فمن قال لا إله إلا الله وصل إلى يعني أعلى شيء، أعلى شعب الإيمان، ودون ذلك شعب كثيرة جدا. فإذا كان مفرطا مقصرا في أعمال أخرى فإنها لا تبطل إيمانه، ولكن قد يستحق بها النار، كما إذا ترك الصلاة أو وقع في الكبائر والفواحش فيستحق النار بأعماله تلك، ويستحق الجنة بلا إله إلا الله، فتخرجه لا إله إلا الله من النار وتدخله الجنة ولو طال الزمان. هل يمكن أن نقول شيخا أن لا إله إلا الله إذا استوفى الإنسان شروطها وأعمالها أدخلته الجنة دخولا أوليا؟ هو قضية الشروط فيها مجابات فقط في الأدب. هنا لا إله إلا الله بلا قيد ولا شرط ولا ليس طيب أنا بس أبين الفكرة ثم تعلقون على فضلكم. نعم. دخول الجنة قد يكون دخولا أوليا، قد يكون دخولا مآليا، الأول الذي يدخل قبل أن يعني يعرج على النار عياذا بالله، والمآلي هو الذي يدخل من الموحدين من عصاة الموحدين ثم يكون في الجنة بعد ذلك. فلو قيل أن لا إله إلا الله تدخل الجميع بلا قيد ولا شرط الجنة، لكن قد يكون دخولا مآليا بمعنى بعد العبور عن النار، وأما لو أخذ معها صالح العمل وتمامه وكماله فهي سبب الدخول دخولا أوليا. نعم، هل مثل هذا يمكن أن يكون؟ هذا صحيح.
الله سبحانه وتعالى قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. نعم. الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. فهم جميعا يدخلونها. إذا لا ترونه مناسبا أنه كلما ذكر هذا الحديث وأشباهه أن يقال للناس انتبهوا، لا إله إلا الله وحدها لا تكفي ولا بد من كذا، هي لا تكفي عن الأعمال الأخرى وهي مكملاتها، لكن تكفي بدخول الجنة ولو مآلا، ولو مآلا، لكن نعوذ بالله، لماذا يريد الإنسان أن يدخل النار ثم يخرج منها؟ نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله. طيب. فلذلك كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول في خطبته: واعلموا أنه لا خير بخير بعده النار، ولا شر بشر بعده الجنة. فلذلك هذا الإيمان هو أول طريق إلى الجنة، وهو الشرط، ويدخل فيه الأعمال سواء كانت أقوالا أو أفعالا، فالأقوال رأسها شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبعد ذلك الأعمال الأخرى مثل الصلاة فهي من باب من أبواب الجنة وسبيل من سبلها. والإنسان أول ما ينظر فيه من عمله يوم القيامة الصلاة، فإن سلمت له لم يضره ما سواها، وإلا طويت كما يطوى الثوب الخلق فيلطم بها على وجهه فلا ينفعه ما سواها. طيب شيخنا، الدعاء وقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي بن ماجه وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليهم جميعا: من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللهم أجره من النار. الدعاء باب، نعم، هذا باب من أبواب دخول الجنة وطريق من طرقها، وهذا الدعاء إنما يوفق له ويكون مقبولا منه من كان مخلصا، فالله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا وفق الله إنسانا لهذا الدعاء ووفقه لقبوله فتقبله منه واستجابه له، فإن الجنة نفسها تشفع له في دخول الجنة فتدعو الله أن يدخله أن ينقله إليها، والنار تستعيذ بالله منه أيضا كما استعاذ هو منها. عن عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. الحديث البخاري. نعم، هذه الخصال 40 معناه ليست بالأمور الكبيرة الشاقة. أولا، ما منيحة العنز شيخ؟ منيحة العنز معناه عنز يملكها الإنسان. أيوة. حلوب. نعم. فيمنحها لشخص يحتلبها، لا يعطيه إياها، لا يملك، ينتفع بها، ينتفع بحربها ثم يردها إليه، يعني أمر هين، أمر هين جدا ولا يضره شيئا. فهذه الأعمال التي لا تضر صاحبها وهي موجبة لدخول الجنة كلها أدنى من منيحة العنز، يعني أقل جهدا منها، أعلاها منيحة العنز. وكلها الحافظ، وكلها من ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا دخل الجنة. نعم. الله أكبر. هذه الأعمال تدخل الجنة، فمن الناس اللسان لا يدري ما يقبل من عمله حقيقة. سبحان الله. من الناس من تدخله صلاته الجنة، ومنهم من تدخله صدقته الجنة، ومنهم من يدخله قرآنه الجنة، ومنهم من يدخله ذكره الجنة، ومنهم من يدخله بره بأبيه أو أمه الجنة، أو خدمته الناس. نعم، خدمة الناس، الكرم، السخاء، إماطة الأذى عن الطريق، هذه الأعمال كلها من الإيمان، وكل يتقبل الله منه على حسب حكمته. فلذلك هذه الأعمال التي هي مثل منيحة العنز وهي لا تكلف الإنسان شيئا، ومع ذلك هي موجبة دخول الجنة إذا تحقق فيها أمران: كان الإنسان مؤمنا، وكان محتسبا في ذلك، مصدقا بموعود الله جاء ثوابها وتصديق موعودها. وما عد أحد هذه 40، حاول الحافظ أن يستكمل ولم يصل إلى تمامها. الحافظ أنا وجدته يقول أن بلغني أن بعضهم تطلبها فوجدها تزيد على 40، لكنه استشكل بعض ما ذكر أنه أعلى من منيحة العنز وليس أقل منه. نعم، فلم يوصل، لم يوصلها إلى 40 من ناحية أن تكون أقل من منيحة العنز بهذا القيد. إيه نعم. طيب، كفالة اليتيم شيخنا. نعم، بالنسبة لليتيم الذي مات أبوه وهو قبل البلوغ و انكسر قلبه لذلك، هو ضعيف، والضعفاء حق الناس بالرحمة،
وهم ناس جميعا عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله، لكن اليتامى بالخصوص يحتاجون إلى هذه الرحمة، فلذلك جعل الله ثواب كفالتهم أن يكون الشخص مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كهاتين، الفارق بينهما قليل والتقارب المسافة بين الأصبعين، والمقصود الالتصاق الفارق فارق في الدرجة، في فرق في الدرجة لكن هذا الفرق متقارب، البعض يفهم أنه كهاتين يعني في القرب كاقتراب الأصبعين، يمكن أن يكون هذا معه. طيب، فلذلك كفالة الأيتام فيها أيضا تكفير للسيئات، وفيها اتصال بالرحمة، والراحمون يرحمهم الرحمن، يرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء. المهم أن من الأعمال التي نص على أنها توجب، نعم الأعمال الموجبة، لكن لهذه الرحمة التي فيها، وليس المقصود بالكفالة اليتيم مجرد المال، بالمقصود أن يسد له الإنسان ومسد أبيه، فرعايته وعنايته. كان الصحابة ليس كل واحد في بيته في بيته في بيته يتيم أو أكثر من ذلك. كانت عائشة رضي الله عنها تكفل عددا كبيرا من الأيتام في بيتها، في بيتها، وتقوم على تعليمهم وتربيتهم. والكفالة اليوم التي تكون بالتنسيق مع الجهات، هذه إذا كانت الجهات تقوم بذلك يكون شريكا في أجرها، لكن لابد الجهات أن تهتم بتربيتهم وإيمانهم وأخلاقهم وعلمهم وعملهم، ولا تكتفي بالطعام والشراب. نعم. طيب، انظار الموسر والتجاوز عن المعسر. نعم، هذا ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان في من قبلنا كان تاجرا، وكان إذا أرسل عماله ليستقضوا له حقه قال إن صادفتم مؤسرا فتجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه في مقابل ذلك. والله بين أن الإنذار بالنسبة للمعسر واجب، وأن الإبراء مندوب، أنه قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. فالتصدق مندوب وهو أفضل من الواجب والتجاوز. إيه نعم، والإنذار معناه تأخيره إلى أن ينال يسرا من واجب. نعم، فهو من حقوق المسلمين. إماطة الأذى عن الطريق كذلك، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أدنى شعب الإيمان، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهي صدقة. وقد جاء ذكر ثواب بعض السابقين بإماطة الأذى بالمغفرة. نعم. ودخول الجنة. نعم، من صلى البردين دخل الجنة. كذلك بالنسبة للصلاة، وهذه الصلاة أمرها عظيم جدا، فهي الصلة بين العبد وربه، وهي أول ما يعرض من العمل، وهي المكفرة للسيئات، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. المقصود بالبردين، البردين الفجر والعصر، لكن من صلاهما معناه يستلزم ذلك صلاة غيرهما. أينا. لكن هاتان الصلاتان لهما خصوصية، فهما أفضل الصلوات، لذلك نص عليها. نعم. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. نعم. نعم، بالنسبة لبر الزوج من أعظم أعمال النساء، فإذا صلت المرأة خمسها وأحصنت فرجها وأرضت زوجها فحينئذ لا يبقى شيء من الطاعات، لأن هذا مكفر للماضي. وقد ثبت في سنن الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد من الناس لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والمقصود هنا مثل أحاديث الوعد والوعيد وآياتهما كله مقيد، لكن أيا كان حال الزوج، لا هو المقصود بإرضائه في المباح، إذا كان يريد لا يرضيه إلا الحرام لا ترضيه. نعم. فلا طاعة لمخلوق، وإذا كان حتى في المباح متطلبا وكثير الطلب وكذا مبالغا أو لا يقوم بحقها هي. نعم، يعني بعض النساء إذا قامت بذلك تكون أفضل منه بكثير من الدرجات، فهي قد امتحنت وابتليت فصبرت. لكن المهم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال آيات الوعد والوعيد وأحاديثهما مقيدة، فإذا جاء مثل هذا العمل أن هذا العمل يدخل الجنة، المقصود مع غيره. ف
فلا يقال أن المرأة إذا أرضت زوجها ولكنها تركت الصلاة دخلت الجنة. أي نعم. وكذلك من منح عنزا أو من كفل يتيما ولكنه كان يشرب الخمر أو كان يزاني. فهي وعود مقيدة. هذه الوعود مقيدة. يرجى لمن فعلها أن يرجى لمن فعلها. نعم. طيب أستأذنكم. فقد يكون هذا العمل بذاته هو المدخل للجنة. نعم. يقال له أنت دخلت الجنة بكذا يوم القيامة. لكن مع ذلك فرضت عليه الأمور الأخرى ويأتي بها. طيب نستأذنك شيخنا في أن نختم حلقة اليوم ونكمل غدا إن شاء الله. أيها الأخوة والأخوات شكرا لمتابعتكم وشكرا لشيخنا الجليل على موعظته وتذكيره وإفاداته. نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالم ترشد الساري وتجلو شك محتاري وتصدع ظلمة للجهل كم عصفت بأفكاري وتنبت في قلوب الناس خشية ربها الباري لها في كل منعطف هدى يزهو بأنواري معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا.